السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نكمل معكم بكتابكم المدرسي، كتاب سنة ثالثة على صفحة 16 و17. كما راكم تشوف، هاي نبدأ مع بعض. جيكري اي جو لي، أنا أكتب وأقرأ. إيكوت بوي كومبليت لي برينو دون تون كاي. قلنا واش معناتها ايكوت؟ معناتها اسمع، بي كومبليت اكمل، لي برينو هما الاسماء، دون تون كاي يعني اسماء الاشخاص في كراسك. مادا او لا اي او. دوك حنا نكملوا هذا الفراغ. واش حنديروا في هذا الفراغ؟ دوك نروحوا للصفحه الاولى. هذه نشوفوا فيها الصفحه الاولى. هذه شكونها؟ دوك قالت لها بونجور مدام لامين. هذه مدام لامين، شوفوا هذه هي هادي. مالا هادي؟ واش احنا واش نكملو هنايا؟ مدام لامين. قرينا الام والان، دوك نكملو مدام لامين. مدام ده مدام لامين. هنايا عندنا هذا شفناه من قبل، هو نفسه هذا واسمه قالوا بونجور جو سوي امين. هذا اسمه امين. روحوا مال حنا نكتبوا لو ا، شفناه من قبل ا. دايما دايما في كتب اسمك، كي تكتب اسمك باللغه الفرنسيه دايما كتبوا باجيسكول. احمد بال ا، موني بال ام. تكتب الاسم تاعك بالماجوسكول، يعني تكتب الحرف الاول تكتب ماجوسكول. نروح للسؤال الثاني، واش قالوا لنا؟ افيك تا او تون كاماراد دي بوي اكري لي برينوم دون تون كاي. هادو كيف كيف هنا شفناهم، دوك نعرفوا شكون هادي، دوك نعرفوا شكون هادي في هادي سيكونس تبع صفحه تبع خوتها، تما نجيبوا المعلومات منا. قالوا هذا يشبه لهذا، هذا اسمه قالوا موا سي انيس. مال هذا اسمه انيس. نروح نكتبوا بلي هذا طفل واسمه انيس. هادي شكونها؟ شفناها من قبل، هاي ليك. قالت لها بونجور مدام لامين جو في ا ليكول. هادي تهضر على هادي مدام لامين، هادي مدام لامين. هادي قالت لها بونجور امينه. مال هادي اسمها امينه. نروح نكتبوا هنايا، هادي اسمها أمينة. نروحو للسؤال اللي بعدو. لي بوي روكوبي لي مو كو تو كوني سور تون اردواز دوموندا تا تون كاماراد سو كيل او ال ا اكري. دروك نتوما هنا واش ديرو؟ هنا عندكم بعض الكلمات، هاد الكلمات سهلين، سوف تعلمو تقراو وتتفهموهم. هذو الكلمات يعني اللي تعرفوهم، اللي تعرفوهم نقلوهم على كراسك، عفوا على اللوحة تاعك. دوكا عندنا مامو، عندنا أنانا، عندنا أمين، عندنا ني، عندنا ميمي. دوكا مامو، مامو شكون ما يعرفش مامو؟ مامو معناتها أمي. عندنا أنانا، لانانا واللي هي فاكهة الأناناس، هذه مامو قاع تعرفوها، ديروا معنا تنقلوها في لوحة تاعكم. امين، امين بالعربية امين، بالفرنسي امين، ما تعرفوه. اللي تجيكم شوية صعيبة هي ني، هو العش لو ني. هادي يعني تقدروا متكتبوهاش بس كنت عارفوهاش، يعني معلومة جديدة. ميمي، ميمي حاجة سهلة، دوكا تقدروا باش تدلعوا اي طفلة زعما ماريا تقولوا لها ميمي، هادي ماما تعرفوها. نروحو دركا السؤال اللي بعده، واش قالوا لنا؟ لي او تو فوا، اقرا بصوت مرتفع. مدام لامين فا او مارشي. مدام لامين فا او مارشي. سيدة لامين ذهبت الى السوق. اكري دون تون كاي، اكتب في كراسك. ني ني هكا.
مي مي عدنان نا نا كتبوا كيما راكم تشوفوا وعاودوا نقلوها هكا باش تدربوا. نروحوا للصفحه اللي بعدها واش قالوا لنا. جو مونتخان انا اتدرب. ايكوت اي ريبيت لا شونسون دو لالفابي. دوك نجيب لكم ورقه ونشوفوا لالفابي مع هذه هي أعزائي التلاميذ الألفابي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. عندنا 26 حرف الالفابي. هذه هي الحروف الفرنسية. هادو لازم تحفظوهم باركور، لازم تحفظوهم عن ظهر قلب. هنا قالوا لنا لا شونسون دو لالفابي، أغنية الحروف. هي أغنية سهلة، دوك راني نعرفو. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Je connais mon alphabet. Chante avec moi s'il te plaît. هذه هي لا شونسون دو لالفابي. هي سهلة يعني ليسونسيال نتوما تحفظوا لالفابي، تحفظوا أ كيف تكتب عندها كات فورم، بيك عندها كات فورم، سي عندها كات فورم، دي عندها كات، عندهم كاع أشكال، عندهم ماجيسكول مينيسكول أتاشي ماجيسكول مينيسكول أتاشي إكسيتيرا. دوكا نروحوا للسؤال اللي بعده. ليف لا ما كون تو اونتون ام. ارفع يدك كي تسمع ام. كي تسمعوا ام رفعوا يديكم. marmite marmite راكم تسمعوا الام marmite. هذه ارفعوا يديكم. pain الخبز. pain راكم تسمعوا الام. نو ما كاش الام. thermomètre thermomètre راكم تسمعوا الام. مو متر ما هذه كيف كيف. غوم غوم راكم تسمعوا الام. غوم ايه ما نعرف واش بعتيكم. شامو شامو راكم تسمعوا الام. شامو مو ما نعرف واش بعتيكم. ما يد ما راكم تسمعوا الام. كيف كيف ارفعوا يدكم. نروحوا للسؤال اللي بعده. ليف لا ما كون تو اونتون ان. ارفع يدك كي تسمع اونتون. كي تسمع كيما اكوتي ان. كي تسمع ان ارفع يدك. هنا هنا ان درك هنا الان. كا ناغ كا ناغ ناغ كا ناغ هنا كاين الان ما لا ارفع يدك. ميال ميال راك تسمع لو ان ما تسمع انا سمعوا بك لو ان ما لا هنا ما نرفعش يدنا. نيش نيش راكم تسمعوا الان ني ما لا هنا كيف كيف رفعوا يدكم. دي دي نو ما نش نسمع انا نسمع غير دي. بانان بانان راكم تسمعوا الان بانان ما لهنا ارفع يدكم. عندنا ني انف ني راكم تسمعوا الان ني هتبدا بالان هنا تان ارفع يدكم. نروح للسؤال اللي بعده. ركوبي لي لتر كو تو كوني دون تون كاي. انقل الحروف اللي تعرفهم في كراسك. A O A Q R N A X M N A I
M I I Q Y M I R A N I U N I. يعني من هذوك انت لي تعرفهم لي تعاود تنقلهم كيما عرفنا احنا الا الأ بالابد الاشكال تاعو، عرفنا لو اي لو ام لو ان، هذو قاعد تعاود تنقلهم في كل راسك. دوكا نروحو للسؤال اللي بعده. Sur ton ardoise, écris le mot qui correspond à l'image, puis lis la phrase. Sur ton ardoise, flouha ta'ak, écris le mot qui correspond à l'image, اكتب الكلمة اللي تنتمي يعني اللي تمثل هذه الصورة، puis lis la phrase. بعد اقرأ لي متى اقرأ اقرأ الجملة. عندنا درك هنا هذه شكونها وهذه شنوها، هذه نعرفوها من قبل، هذه هي نفسها هذه واسمها هذه أمينة، ما نروح في بلاصة هذه الصورة نكتبو أمينة أمينة أ أ. هذا وشنو؟ فاكهة الأناناس، تعرفنا عليها من قبل أنانانا، عندها وحدة عندها فاكهة الأناناس دون لاما في يدها. عندها وحدة أناناس في يدها. أمينة أ أنانانا دون لاما، عندها أناناس في يدها. دوكا عندنا سؤال آخر، واش قالنا؟ Écris dans ton cahier Anana Amina. اكتب في كل راسك، نعاود عاود تكتبها كيما كيما هي ان كيما علمتكم امينة. امينة انانا أمينة. إن شاء الله تكونوا تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، تبعت معايا وفهمت معايا خطوة بخطوة. نتلاقى إن شاء الله في درس جديد، أنا نتبع معكم دروس كما قلت لكم دروس كثير من دراستي حتى لآخر درس. ولا عجبتكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك اللي راهي موجودة أسفل الفيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. مع السلامة.